ماذا يجب أن أكل اليوم؟ شطيرة برجر، لوح مكسرات، حلويات، فواكه مجففة، بيتزا أو لبن؟ قد تبدو بعض هذه المأكولات أكثر ملائمة للصحة من سواها، ولكن لديها جميعها مكون مشترك وهو السكر. أحد أسباب صعوبة اتباع حمية غذائية هو البيئة التي تحيطنا والتي تعتمد على هذه الأنواع من الأطعمة. لقد أظهرت الأبحاث أنه بإمكاننا الإدمان على بعض منها، وعندما نعطي فئران المختبر أنواعا مختلفة من الأطعمة اللذيذة تظهر تغييرات في الدماغ تشبه ما نراه عند المدمنين على المخدرات مثل النيكوتين أو الكوكايين أو المورفين. وما هو الشيء الذي يدمن عليه الشخص؟ إنها الأطعمة الغنية بالسكريات. عندما تناولت حيوانات المختبر لدينا الكثير من السكر ظهرت تغييرات في أنظمة المتعة لديها. نحن مخلوقات نتطور وفقا لعامل التعزيز، ولولا وجود أشياء نستمتع بها لما وجدنا هنا. إنها وسيلة تجعلنا نعيد تكرار سلوكنا. ما أريدك أن تفعله هو تنظيم هذه الأطعمة وفقا لما تعتقد أنها نسب السكريات فيها من الأكثر إلى الأقل. So I feel like the most sugar here. I feel like I'm on Wheel of Fortune. Okay, I don't know if I want to try. Well, whatever. My taste buds just got jacked. Builder Power Bar. That's got a lot of sugar in it. Sweet cream, and we have Mango Sting iced tea. What say you, Doc? حسناً، هذا بالطبع خطأ. عندما تأخذ التوت البري وتجففه فإنك تركز كميات السكر فيه إلى قطع صغيرة، أما مياه الفيتامين فيضاف إليها الكثير من السكر، و100% من السعرات الحرارية تأتي من السكر.